السلام عليكم جميعا، معكم دكتور عمر شكوري، طبيب اختصاص جراحة إصابات وطوارئ. اليوم راح نكمل المحاضرة، القسم الأخير من محاضرة الاي في فلويد، المادة الوزارية. راح أترك لكم بالوصف أسفل الفيديو كل الروابط اللي تقدرون تتابعوني عليها وتقدرون تتواصلون بها معي شخصيا. بالنسبة للبارت 3 وصلنا كملنا الكريستالويد، هسه نبدي بالكولويد فلويد. يابا الكولويد اشنو هي؟ نتذكر انه الكولويد هي فلويد بس البارتيكل ماله كبيرة، فهي دو نوت، وهاي كلش مهمة كام سي كيو، هي دو نوت باس اكروس ديفيوجنال بارير، يعني بين قوسين ما تعبر الروابط، يعني ما تعبر من مكان الى مكان، دو نوت باس اكروس بارير مثل الكريستالويد. شنو انواع الكولويد؟ الكولويد عندنا نوعين، النوع الاول هو ناتشرال كولويد المشتق من البلازما، بلازما ديريفاتيف كولويد او بلازما ديرايفد كولويد، اللي مشتقه من البلازما مثل الالبومين، هيومن البومين، هي قناني موجوده تباع واحيانا متوفره في المستشفيات، ومثل ما اتفقنا انه الكولويد تكون اكسبنسيف، فالالبومين كلش يعتبر غالي، قنية الألبومين يصل سعرها بالعراقي إلى 70-100 ألف حسب الأنواع، يعني ما يقارب 50 إلى 60 دولار. النوع الثاني هو سينثيتيك كولويد اللي هي الكولويد الصناعية، من ضمنها الدكستران، دكستران اللي هو أكو 40 وأكو 70 مسمى يعني أنواع، والجيلاتين وكذلك الستارش اللي هو السكر الثقيل. هسه نجي ناخذهم بالتفاصيل نوع نوع، نبدي بالألبومين. الألبومين كلش مهم، لازم نعرف التفاصيل ماله. الألبومين هو مسؤول عن 75% كمادة، هو مسؤول عن 75% of oncotic pressure of plasma، يعني مسؤول عن الضغط الخاص بالبلازما، يعمل معاملة البفر، يعني لا هو أسيديك لا هو ألكاليك، يعني لا حامضي ولا قاعدي، ويعمل as، طبعا هاي مميزاته، يعمل as a buffer، act as a buffer. اثنين، act as antioxidant، مضاد الأكسدة، وكذلك يعمل كترانسبورت بروتين لنقل البروتين. فهاي ثلاث أشياء يعمل بيها الألبومين، هذا شغل الألبومين. كوميرشالي يعني متوفر، أفيلابل كوميرشالي متوفر، يعني متوفر في السوق بنسب 5% سوليوشن و 20% سوليوشن. طبعا هل هو هايبوتونيك أو هايبرتونيك؟ هو ايزوتونيك، هي هو كل الكريستالويد تكون قريبه للايزوتونيك، العفو كل الكولويد تكون قريبه للايزوتونيك. ال 5%، شوفوا ال 5% هذا كولويد اونكوتيك بريشر، ال 5% سوليوشن، 5% البومين، الاونكوتيك بلاد بريشر، الاونكوتيك بريشر مالته كولويد اونكوتيك بريشر ماله 20، مثل خلينا نقول ال 5% هو the same as plasma، يعني ال 5% هو نفس اللي موجود بالبلازما، نفس الالبومين الموجود بالبلازما بصورة طبيعية. يقول half of the infused volume of 5% stay in vascular space، stay in vascular space and last for 12 إلى 16 ساعة. شوفوا هاي الملاحظة كلش مهمة، الملاحظة هي كالتالي، يقول نصف مثلا، أنا أعطيت ألبومين ونفرض قنينتين، نصف أو قنينة، نصف هذه القنينة، نصف كمية الألبومين اللي أعطيته أنت من هذا اللي هو قوته 5%، نصفها موجود ويصب بالفاسكولار سبيس، اذا هذا ويصب يبقى، راح نرجع النورمال سلاين، تتذكرون ايش قلنا عن النورمال سلاين؟ نورمال سلاين 275 يبقى ويصب، يبقى بالبلازما، و 825 يطلع للانترستيشيال. بعدين جينا حكينا على الجلوكوز ووتر، الجلوكوز ديكستروز سوليوشن، اش قلنا؟ قلنا اكثر من 50% يروح يدخل داخل الخلايا،
طيب هسه الحكي على الألبومين، الألبومين يقول أكثر من نصف أو تقريبا نصف، إذن الألبومين 50% عيبقى ويصب عيبقى بالفاسكولار سبيس، عيبقى داخل الدورة الدموية، ولهذا يستخدم في رفع الضغط للمرضى اللي ما نقدر نسيطر على الخسارة مالتهم بالفاسكولار سبيس. يعني أنا من عندي شخص دا يفقد، عنده مشاكل بالقلب وعنده كومت أمراض، أنا ما عاد أطيق أرجع الضغط ماله للصورة الطبيعية، يعني أقصد أرفعه، دائما هو في نزول، فراح أنطينه الألبومين. الألبومين راح يساعد على رفع الضغط. ليش؟ لأن هو عبارة عن فلويد مع أملاح، مع بالأحرى مع بروتينات كبيرة، راح يبقى موجود داخل الدورة الدموية 50%، يبقى منه داخل الدورة الدموية لمدة أشقد، لمدة 12 إلى 16 ساعة، ما مثل النورمال سيراين والجلوكوز ووتر، هذوك بسرعة الجسم ياخذهم، يعني ذاك يفوت على الخلايا، الاخ يطلع باتجاه الانترستيشيال. يعني خلنا نتفق، نورمال سلاين ويصب اكثر شيء موجود، يعني بعد ما اعطيناه بالكانيولا راح يدخل على الانترستيشيال. زين، اذا ما ظل بالدوره الدمويه، اذا ما راح يرفع لي ضغط، ما راح يؤدي الى هذا الشيء. الجلوكوز ووتر ويصب راح على الانتراسيل داخل الخليه. الألبومين ويصب يظل 50% مالته يظل بالفاسكولار سبيس، فبالتالي يبقى الأونكوتيك إفكت. أونكوتيك يعني التأثير رفع الضغط أو رفع مستوى الضغط، أونكوتيك بريجر، يبقى أكثر من يعني تقريبا 12 إلى 16 ساعة. فبعض الأحيان احنا نفضل الألبومين في خصوصا مرضى القلب اللي عندهم عجز بالقلب وانخفاض حاد بضغط الدم وما دا يصلح بالفلويد الكريستالويد، اضطر انطيهم الالبومين سوليوشن. فهذه الملاحظة هي اهم ملاحظة بالنسبة للالبومين. طيب الالبومين أبو العشرين، الألبومين اللي هو قوته 20%، شنو الألبومين؟ الألبومين يعمل كولويد أونكوتيك بريجر 70 مليمتر زئبق، انتبهوا على الأرقام، هنوك أبو الخمسة يعمل 20، هون يعمل 70 مليمتر زئبق. هذا يستفاد منه كبلازما فوليوم، يعني إكسباند، يزيد البلازما فوليوم، يزيد البلازما فوليوم باي 4 إلى 5 مرات من الكمية. يعني أنا من أنطي 100 cc، الفكرة مالتي أنا من أنطي 100 cc كولويد، ولنفرض أنه آي إنفيوز، أعطيته ألبومين أبو 20%، أعطيته 100 مل أوف سي أوف 20% ألبومين، البلازما فوليوم راح يزيد 4 إلى 5 أضعاف. البلازما فوليوم مال هذا المريض تزيد بنسبة 400 إلى 500 مل. أرجع على المثال مالتنا، أنا من عطيته 1000 cc، تتذكرون المثال مال نورمال سلاين، عطينا 1000 cc نورمال سلاين، أشقد زيدنا بالبلازما، زيدنا 275 مل. الباقي ويصب غاح، الباقي غاح على الانترستيشيال. الألبومين أبو العشرين إذا أنطي 100 cc، ما 1000، إذا أنطي بس 100 cc راح يزيد لي البلازما فوليوم 400 إلى 500 مل. هاي الفكرة مال هذا الرقم، لازم تعرفونه. طيب هذا أش يعمل؟ الفكرة مال الألبومين، شوفوا دي يشتغل عكس، خلينا نقول هو فلويد بس يشتغل عكس النورمال. أش يعمل؟ شيفتينج فلويد من الانترستيشيال للفاسكولار سبيس، مثل ما اتفقنا. إذا تتذكرون قلنا هاي لارج بارتكل، هاي قليلة البارتكل، فيحاول يدفع الفلويد من الخارج للسيركوليشن حتى يحاول يعادل مثل ما شرحنا بالبارت 1. فهون يصير shifting of fluid from interstitial to the vascular space in hypoproteinemic condition. طيب
هذه الملاحظة كلش مهمة. شوف وين ما تشوفون كلمة not أو كلمة most أو كلمة accept كلش مهمة هاي كمسكيو. It should not be used in a volume resuscitation in hypovolemia. بالhypovolemia ما نستخدمه. بالhypovolemia يعني مريض عنده نزف، هذا ما يفيدني أنا أعطيني سيرم ألبومين، هذاك لازم أعوضه بكريستالويد. يفيدني سيرم ألبومين غالباً بمرضى القلب اللي ما يصير عندهم تحسن لضغط الدم، يعني يفيدني بحالات الميديكال أكثر مما هي بحالات السيرجيكال. فدو نوت يوست فور فوليوم ريسستيشن إن هايبوفوليميا، تحفظوها هاي الملاحظة. طيب المادة الأخرى اللي هي الجيلاتينز. الجيلاتين شوفوا الكولويدون كوتيك بريجر مالتها 27 إلى 34، هو تشيبست طبعا بصراحة أنا ما شايفه شخصيا ولا مستخدمينه، لكن الألبومين كلش مهم وكل نقاطه مهمة لأن هو يستخدم بصورة أقدر أقول ديلي إن ذا هوسبيتال، يعني يومية بالمستشفى. Unlimited volume expansion, it's rapidly excreted. هذا الرقم مالته إنه 3-4 ساعات يخلص. ممكن يصير anaphylactic shock، يعني ممكن الإنسان يتحسس. طبعا كل الفلويدات بمختلف أنواعها سواء كريستالويد أو كولويد، أي شيء يدخل الجسم ممكن الإنسان يصير عنده allergy ويصير عنده anaphylaxis منه، فتنتبهون على هذا الشيء. Gel of eosin is compatible with the blood but hemaseal contain calcium. طبعا هو نوعين الجيلاتين، اكو gel of eosin واكو hemaseal، هاي الانواع مالته. الهيماسيل and gel of eosin have the same concentration of sodium but less chloride. يعني هاي الفروقات انه الهيماسيل بينه كالسيوم والجيلو فيوسين أقل بالكلورايد، أقل بالكلورايد، فقط هاي الفروقات. طيب الستارش، الستارش هو نوع من أنواع السكر الخشن اللي جزيئاته تكون أكبر من الدكستروز أو الجلوكوز. هون يعمل لي الستارش، يعني الفكرة مالته انه long elimination half life ماله 17 day. شوفوا الهالف يعني يبقى بداخل السيركوليشن مدة 17 يوم. الكولويد اونكوتيك بريجر ماله 28. يقول بالرغم من انه يبقى هو كل هاي المدة طويلة، لكن الاونكوتيك بريجر، هذا الاونكوتيك افكت مالته اوف ستارش disappear within 24 hours، يعني يختفي خلال 24 ساعة. طبعا أول نوعيات من الستارج اللي استخدموها كانت تسبب coagulation dysfunction، كانت تسبب مشاكل بالتخثر، لكن حاليا يستخدمون شيء اسمه tetra starch which has no effect على bleeding time، يعني ما يأثر على التخثر والنزف. حاليا اللي يستخدم يسمونه تترا ستارش او ستارش الرباعي الجزيئات. طيب هسه ناخذ الدكستران. دكستران يقول كولويد اونكوتيك بريجر يرتفع 40 ملم اتش جي ملم زئبق، جريتر انكريز ان بلازما فوليوم. هون يقول ات از نوت، كلش مهمه هذه، ات از نوت يوزد أيضا as colloid not used for volume expansion because of high incidence of anaphylactic reaction. يعني خلوا ببالكم الدكستران دائما دائما، أنا بحكم خبرتي بالطوارئ شايف يمكن حالتين ما يخذين دكستران ومباشرة صاغوا شوك منه وبدأنا ريسستيشن ومشيت الأمور الحمد لله. فدائما تخلون ببالكم الدكستران ممكن يعمل انافيلاكتيك شوك. ايضا من الاشياء المزعجه بالدكستران هي انه ديكريس بلود فيسكوستي، يعني يقلل ثخن البلود، خلينا نقول الشكل، وانهيبيشن اوف اريثروسايت اجريجيشن، يعني يمنع التصاق كريات الدم.
ايضا هو interfere with the cross matching، يعني يتداخل، انا من انتي دكستران راح يخربط لي الكروس ماتش اللي اعمله، مثلا من اريد انطي دم للمريض. كروس ماتش دائما نعمله هو فحص يندز للمختبر على مود يعمل لي مطابقه، يسموه مطابق، فحص المطابقه لغرض اعطاء الدم، فالدكستران يخربط لي النتائج ماله، interfere with cross matching. طيب هسه الانديكيشن فور كولويد، الانديكيشنز فور كولويد نخليها ببالنا الشغلات الأساسية، انه انا من اعمل فلويد ريسستيشن، يعني لما المريض عنده سيفير انترافاسكولار فلويد ديفيسيت، اللي عنده سيفير يعني كلش قوي وما دا يصلح، خصوصا قبل اعطاء الدم، يعني prior to arrival or blood of blood. شوفوا أنا من أريد أنطي، من يجي عندي شخص عنده نزف سواء بإصابة أو أي مشكلة أخرى، أول شيء أنطي له كريستالويد، أحضر له دم وأنطي دم، هذا الشيء الصحيح والأساسي. في حالات قليلة جدا ممكن أنطي كريستالويد ما صار عندي دم، تأخر الدم، لكن الكولويد متوفر، أنطي كولويد لحين ما يصلني الدم. هاي الفكرة مال هذا الانديكيشن فلويد ريسستيشن بالسيفير انترافاسكولار فلويد ديفيسيت. ايضا فلويد ريسستيشن بالسيفير، هذه كلش مهمه، هايبو البومينيميا، يعني انا عندي نقص بالالبومين، نقص البروتينات بالجسم يسبب لي فلويد لوس، فهايبو البومينيميا اللي هو هايبو نقص، البومين البومين، إيميا يعني الدم، يعني نقص الألبومين في الدم، هايبو ألبومينيميا بالسيفير هايبو ألبومينيميا ممكن ننطي السيرم ألبومين. لاحظوا الكولويد سوليوشن are prepared in normal saline and thus can also cause hyperchloremic metabolic acidosis. يعني طريقة تحضير الألبومين هو عبارة عن يخلطوها، تجي هي جاهزة احنا ننطيها، بس هي الفكرة بالإعداد مالتها بالتصنيع مالتها انه هم صنعوها بداخل النورمال سلاين، يعني جابوا الكولويد سوليوشن خلونه بالنورمال سلاين بتراكيز اخرى، يعني بينه كلورايد وبينه صوديوم، ممكن هذا ممكن اعطائه واحدة من آثار الجانبية مال الكولويد ممكن يسبب لي هايبر حالة زين فورت كلور الدم اللي هي هايبر كلوريميك ميتابوليك أسيدوسيز يعملها الكولويد. طبعا لي هون نكون خلصنا المحاضرة، لكن أكو إضافات بسيطة مثل الفروقات بين الكريستالويد والكولويد. الكريستالويد اتفقنا انه هي رخيصة، او ادفانتج وديسادفانتج وفروقات. بالنسبة للكريستالويد اتفقنا انه هي رخيصة، انه هي افيلابل، انه هي اقل تأثيرات جانبية. بالنسبة للديسادفانتج انه هي فقط 25% يبقى بداخل الدورة الدموية بداخل السيركوليشن، الباقي يروح للانترستيشيال او يروح للخلايا اذا كان جلوكوز. الموست جوز على الانترستيشيال، ممكن الريسستيشن فوليوم مالتها هو ينضرب في 3، يعني لارجر ريسستيشن فوليوم. ايش نقصد بيها؟ يعني اقصد بيها اذا تذكرون قلنا اذا انطي لتر كامل من النورمال سلاين راح يضيف لي فقط 275 مل بالسيركوليشن، فراح احتاج 3 أضعاف الكمية اللي ممكن أنطيها من الكولويد، لأن قلنا الكولويد 100 cc ضاف لي 400 مل بالبلازما. أيضا هو يفيدني بالريسستيت، يعني الإكسترا سيلولار فلويد. من الديزادفانتج هو مور ريسستيشن تايم، راح أحتاج وقت أكثر، شورت هالف لايف، شورتر هالف لايف، ويسبب لي إديمة. بالنسبة للكولويد اتفقنا انه هي غالي، اتفقنا انه هي expensive does not restore، اتفقنا انه هي side effect كثير عالي. من الاشياء المليح مالتها انه هي shorter resuscitation time، وقت resuscitation اقل. ايضا هي spare pulmonary and peripheral interstitial space، يعني ما راح تعبر
سبير يعني تعزل البلمنري، تعزل الجهاز التنفسي و بريفرال انترستيشال سبيس، يعني ما راح تعبر على الجهاز التنفسي ولا راح تعبر على الانترستيشال سبيس. هاي من محاسن الكولايد. من وقلنا المساوئ هي مور سايد افكت وشويه تكون اكسبنسيف. ناخذ اخر شيء الكالكوليشن اوف مينتيننس فلويد. مينتيننس فلويد يعني الفلويد اللي ننطينه مثلا بعد العمليات، اشقد راح نطينه، شلون نحسب هاي الحساب؟ بكل بساطه 4-2-1، طبعا هذا الرول اللي نستخدمه. يعني انا عندي شخص طلع من العمليات، زين اشقد يحتاج فلويد؟ هذا الشخص كان وزنه، ولنفرض كان وزنه كذا كيلو، أول عشر كيلوات من وزن الإنسان يحتاج 4 مل. قلنا الأرقام هي كالتالي 4-2-1، يحتاج 4 مل لكل كيلو لكل ساعة. هذا الإنسان اللي خلينا نقول اللي ضمن أول 10 كيلوات. إذا وزنه أزيد من 10 كيلوات، هاي نحسب له 10 ونرجع نزيده زائدا 2 مل per kg per hour، وكذلك 1 مل per kg per hour للي وزنه أكثر من 20. طيب نجي نحسبه، إنسان وزنه 40 كيلوغرام، إنسان وزنه 40 كيلوغرام، أشلون نحسبه؟ هذا أشقد يحتاج؟ هذا يحتاج كالتالي، يحتاج هذا نحله كالتالي. أنا عندي الوزن مال المريض مالي هو 40 كيلو، أشقدنا أول شيء 4 وثاني شيء 2 وآخر شيء 1. 40 كيلو أول يعني نقول 40 كيلو أول 10 نضربها، نشيل منه 10 مال أول خط، فصاغت 4 × 10، نشيل منه 10 تلق حتى نصل لل20 كيلو. أشقد ظلنا من 40 كيلو؟ ظلنا 20 كيلو زائد 4 × 10، قلنا هاي 10 أخذناها من الوزن الكلي. هذا وين القلم الأصفر؟ هذا هو الوزن الكلي، بس أول 10 يأخذ هذا وثاني 10 يأخذ 2 وهذا الباقي يأخذ 20. أشقد صارت النتائج؟ النتائج صارت كالتالي، 4 × 10 40، 2 × 10 20، 1 × 20 20، النتيجة الكلية 80، وهاي هي النتيجة 80 مل بكل ساعة يحتاجه اللي وزنه 40 كيلو. راح ناخذ مثال آخر، مثال آخر هو كالتالي، راح أشيل هذا المثال. المثال التالي راح يكون ولنفرض وزن إنسان وزنه 70 كيلو، أشلون راح نحسب؟ أشقد يحتاج مينتنس فلويد؟ يحتاج كالتالي، نقول نرجع نخلي المعادلة 4-2-1، 70 كيلو نشيل أول 10 ضل 60، نشيل ثاني 10 أشقد ضل 50، نخلي 50 آخر شيء، 4 × 10 40، 2 × 10 20، 1 × 50 50. فبالتالي أشقد يحتاج اللي وزنه 70 كيلو؟ 110 مل لكل ساعة. هذا الكالكوليشن مع 70. طيب ناخذ مثال الاخ، المثال الاخ ناخذ طفل وزنه 15 كيلو. ال15 عشان راح نخلي، نرجع نخلي 4-2-1، من 15 نجيب اشقد اول 10، اذا نضربها بعشر يعني نجيب 10، أشقد ظل من الكيلوات؟ ظل 5. نطيق ننزل ورا 12؟ لا، نخلي 5 وهذا 0، لأن ما ظل كيلوات، خلصت. طيب 4 × 10 40، 2 × 5 10، النتيجة مال الطفل اللي وزنه 15 هي عبارة عن 50 مل لكل ساعة، لكل أور.
وهكذا الحسابات. طيب أجيب طفل حديث الولادة أو عمره فد 5 6 أشهر، هذا وزنه 7 كيلوات، طفل وزنه 7 كيلوات، أش قد يحتاج فلويد هذا الطفل أو 7 كيلوات؟ يحتاج التالي: 4 مضروبة في 7، طبعا ما يحتاج 10 لأنه هو أصلا 7 كيلوات، فالوزن ماله 7، 4 في 7 إيش قد يساوي؟ طبعا هاي 2 وهاي 1 مضروبة بصفر مضروبة بصفر، ليش صفر؟ لأن خلص الوزن كله، الوزن 7 استخدمناه بأول سطر فقط، 7 في 4 إيش قد يطلع؟ يطلع 28 مل لكل ساعة. وهكذا هي الحسابات مال مينتيننس فلويد، طبعا بيها تفاصيل أكثر إنه إذا عنده لوس ما مهمة، هذه فقط أعرفوا لي المعادلة الأساسية. طبعا أكو في الطريقة حسبة أسهل يسموها أو شورت كات فورمولا، يعني نختصر الوقت حساب عشائرية نسميها حسبة عشائرية. الحسبة العشائرية تكون كالتالي: إنه إذا هاي فقط تطبق في حال كان الإنسان وزنه أكثر من 20 كيلو. إذا كان الإنسان وزنه أكثر من 20 كيلو، إيش نعمل؟ نجيب البادي ويت نزيده 40، يطلع النتيجة. يعني مثل ما شفنا بهذا المثال مال 40 كيلو، جبنا 40 زيدناها 40، هاي معادلة سريعة طلعت النتيجة 80. اللي وزنه مثلا قلنا أبو 70 كيلو، أبو 70 كيلو أش عملنا؟ إذا نجي نختصر وشفت من النتيجة النهائية كانت هذه اللي هي 110، أبو 70 كيلو إذا أجي أزيده 40 معادلة كمعادلة سريعة، بيدي ويت زائد 40 تطلع النتيجة، وطلعت لي أيضا 110. يعني هاي خلينا نقول تستخدموها للتأكيد إذا جاكم السؤال كMCQ، أش قد يحتاج وزنه كذا، أش قد يحتاج؟ خلوا ببالكم المعادلة السريعة. المعادلة السريعة تقول وزن الجسم، خصوصا للي كبار اللي أوزانهم فوق 20 كيلو، وزن الجسم زائد 40 يطلع كم مل بالساعة يحتاج هذا المريض. طبعا مثل ما قلت لكم اكو بعد لوس، يعني اكو خسارة ولازم نحتاج ايضا نعوضها للمريض. من ضمن هاي الخسارة التقيؤ، الفوميتينج، النيزو غاستريك اسبيريشن اللي مستخدمينه، الدياريا اللي عند المريض، اذا اكو اي درينات، اي استوما، اي فيستشولات يعني تسبب خسارة بالسوائل، وكذلك البولي يوريا. هاي كلها اعتبارات should be kept in mind، يعني لازم تخلوها ببالكم لما تعوضون المينتنس مع المريض ما بعد العملية خصوصا. إلى هون نكون خلصنا المحاضرة الثالثة للتخدير المادة الوزارية، أتمنى تكونوا استفادتوا منها، وأي سؤال تحتاجوا تقدرون تتركوا لي وبالتعليقات. أتمنى لكم التوفيق جميعا، ولا تنسونا بصالح دعائكم. في أمان الله.